او الزمالك الاثنين عندهم لاعبين، يعني عندهم لاعبين كتير في اعارات، ودايما كل سنه برضو دايما كل سنه نسمع يقولك ايه، اصل انا طلعته اعاره لغايه لما يتقل شويه، انا طلعته اعاره عشان هستفيد بخبراته الموسم اللي جاي الموسم اللي بعده. طيب بما ان الانديه كلها بتعاني وحضرتك طلعت الاهلي والزمالك بره حزبه المعاناه، ولكن مين اللاعب اللي هو يستحق دلوقتي ان هو يبقى موجود مع النادي الاهلي او الزمالك وبعد انتهاء فتره اعارته؟ يعني هقول لك على الاهلي يعني بدايه، يعني عنده لعيبه كتيره جدا وخاصه اعمارهم السنيه صغيره، عمار حمدي، احمد ياسر ريان، محمد شريف، اكرم توفيق، في يعني دي لعيبه لو رجعت الاهلي هيكون ليها دور ودور مؤثر جدا. لكن طبعا زي ما قلت لك برده النادي البطولات ده بيحتاج خبرات وبيحتاج لعيبه على مستوى يعني معين، وخاصه ان الجماهير ما بتصبرش. انا يعني انا عايز الجاهز مش لسه الجمهور كمان هستنى، الجمهور ما بيصبرش. لكن ادارات الانديه عليها دور مهم جدا في والاجهزه الفنيه في الصبر على اللعيبه دي، في تطوير ادائهم، في رفع مدى خبراتهم ومشاركتهم والكلام ده. ففي اربع لعيبه مؤثرين جدا بره الاهلي وعودتهم ممكن يكون ليها تاثير ايجابي جدا في الفرقه، وهتبقى داعم كبير جدا للنادي خاصه بعد رحيل اكتر من لاعب في النادي الاهلي، سواء بالاعتزال او بنقل تعاقدهم لانديه اخرى يعني زي شريف اكرامي او احمد فتحي، فهيحتاج تدعيمات في الفتره دي. في الزمالك اعتقد ان اغلب الصفقات اللي بره الزمالك مش محتاجها، مش اللي هي معار معارين يعني، لان مش عنده هيفرقوا كتير. مش هيفرقوا كتير قوي معاه يعني، لان عنده اكتر من في كل مركز اكتر من لاعب، الا المراكز اللي انا قلت عليها سواء الظهير الايمن او الايسر او وسط المدافع، هو ما عندوش حد بره في الاماكن دي معار، هيحتاج ان هو يتعاقد. لكن المعارين اللي بره ما اعتقدش ان فيهم حد ممكن يرجع للزمالك تاني في الفتره دي. في الحقيقه شفنا لاعبين من